لمشي إشعارات الحركة أو الموشن ديتكشن على كاميرا تابيو فيجن اي، في عندي طريقتين. أول طريقة هي بس افتح هذا البار اللي تحت اللي بقلبه للسيتنجز والأوبشنز، في عندي موشن ديتكشن، إذا بكبس عليها بتضوي أحمر. أول ما تضوي أحمر يعني الموشن ديتكشن اشتغلت، وأي حركة بتلقطها الكاميرا بهيدي الأريا يلي مبين فيها زاوية الرؤية أكيد تبعها، دغري بتبعت نوتيفيكيشن على التليفون إنه motion has been detected. الطريقة الثانية هي أكثر advanced شوي، بتعطيني كنترول على كتير أشياء، وبعملها بقوس على ثلاث نقط اللي فوق اللي بفوتوني على settings تبع هذه الكاميرا، بنزل لتحت على motion alarm settings. بما أنه أنا مشغلها برا من الصفحة الرئيسية بقدر كمان طفيها من هون أو أرجع شغلها من هون للموشن ديتكشن ألارم. وتحتها على الألارم سنسيتيفيتي ليفل، إذا بكبس عليها عندي ثلاثة ليفلز يلي هي لو ميديوم وهاي. هول الليفلز هني حساسية الموشن ديتكشن، يعني كل ما عليها كل ما تصير تبعت إنه في موشن ديتكشن على أقل حركة بتصير ولا يعني. عادة أنا بخليها على اللو لأنه هول الميديوم والهاي بعوزهم بحالات كتير قليلة أو ممكن بمطارح معتمة أو بزوايا شوي صعبة. اللو هي أفضل شيء لأنه بتروح أكتر على أنه تعمل ديتكشن للأوبجكتس الكبار. تحت عندي الأكتيفيتي أريا، إذا بدور التوجل تبعها من هون بيفتح لي تبع تحت السيتنجز اسمها سيرفيلنس أريا سيتنج، بقوس على الأدت تفتح لي زاوية الرؤية تبع الكاميرا كلها، ومنها بقدر حدد وين بمطرح ما شايف الكاميرا أي مطرح بس بدي تبعت لي motion detection عليه. يعني إذا بعمل highlight بس على الباب، بس يصير في حركة على الباب أو بس حدا يفتح الباب، يعني بس يصير في حركة بهالarea اللي highlighted بالأحمر تبعت لي notification إنه في motion detect. بس يصير في حركة برات هالarea الحمراء ما بتبعت لي أي notification. بقبل سيف. وآخر شيء هو الألارم تايمر سيتنجز السكادول، يعني إذا بفوت عليها بقدر تحط تايمر ليدور الموشن ديتكشن بوقت معين ويطفي بوقت معين. يعني إذا بقبس على الأد وبقول إنه أنا مثلا الصبح بوصل أنا على الشغل الساعة 10:15 أو 10:30، فبدي ديتكشن ألارم يطفي بهالوقت يلي بكون أنا متواجد فيه إذا كان بالبيت أو إذا كان بالشغل. تحته بنقي من الريبيت أنه بدي هذا الشيء يصير كل أيام الجمعة، وبرجع باك هيدا النوتيفيكيشن بشغلها إذا بدي تبعت لي نوتيفيكيشن على التليفون بس يشتغل هذا التايمر، وهون بنقي أنه بدي الموشن ديتكشن يطفي والساوند ديتكشن، بقول سيف صار عندي هون بقدر طفيه من التاجل ودوره، وبخلق تايمر تاني يلي هو بقول على الساعة 9:30 بالليل بس يكون بطل في حدا، وكل أيام الجمعة كمان إنه يشتغل الموشن ديتكشن من 9 وبالطالع. بقول سيف هلا هون من 9:30 بالليل للتسعة ونص الصبح بيشتغل، ومن 9:30 الصبح للتسعة ونص بالليل بيوقف الموشن ديتكشن ألارم، وبس يصلني نوتيفيكيشنز بينزلوا بالبار اللي هون مع أوقاتهم بالنوتيفيكيشن بار تبع أي تليفون، يعني بقدر اكبس عليها تاخدني دغري على سكرين شوت تبع هذه النوتيفيكيشن أو تاخدني على نوتيفيكيشن ألارم ليست، بنقي أول وحدة فوق بيطلع لي كل النوتيفيكيشنز تبع الموشن ديتكشن مع سكرين شوتس لألون. إذا بنلاحظ هون هول هن لكل الاريا ما كنت محدد فيهم اريا، مطرح ما صاير هون سكرين شوت تبع النوتيفيكيشنز هن لكل الاريا تبع زاوية الرؤية، ما عدا هيدي كنت حاطط انه تصير النوتيفيكيشن بس بالاريا تبع الباب بهيدي النوتيفيكيشن بالذات. بقدر كبر الصورة شوفها بتتسيف عندي بالجاليري تبع التليفون، وبقدر اذا بدي اروح دغري على الكاميرا بفقص على الفيو بتاخذني دايركتلي على الكاميرا، وبرجع على البلاي باك وبشوف باي وقت صارت هذه النوتيفيكيشن لأقدر أرجع أحضرها. وكمان هون بهذا البار اللي تحت في عندي مسجز، إذا بقبس عليها كمان بيطلعوا لي زيت النوتيفيكيشنز مع سكرين شوتس. بالمبدأ هذا كل شيء عن الموشن ديتكشن.